بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، سنقرأ إن شاء الله في باب الإيمان من صحيح البخاري. الإيمان أغلى ما يملكه المسلم، أحباب الله تعالى هم المؤمنون، وأعداء الله تعالى هم الكافرون والمنافقون. الإيمان هو الحياة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. غير المؤمن مسكين ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. بأي شيء نحياه؟ بالإيمان يا إخواني، بالإيمان. الإيمان هذا الذي إذا وقر في القلب واستقر أصبح الإنسان في هذه الحياة الدنيا له عنده مثل أعلى يمشي وراءه، منه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإيمان يا أحبابي إذا وجد في القلب انشرح واستضاء وضاقت مجال الشياطين فيه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللي مهم مؤمن شيطان وليه. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شيطان يقصر باعه عن أن يضل من وقر الإيمان في قلبه، الضلال الذي يبعده عن الله ما دام متمسكا بالإيمان. لأن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الإيمان أحبتي في الله يطلبه المؤمن من ربه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مؤمن في حاجة إلى أن يطلب من ربه جل وعلا أن يرزقه الإيمان وأن يثبته عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، مثل ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا إلا وأنتم مسلمون. حزام الأمان مربوط. ما هو حزام الأمان؟ الإيمان. الإيمان حزام الأمان، إذا وجد فأنت في أمان. والشيطان تسلطه عليك ضعيف، مثل ما قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفة. بس بإيمان، إذا ما في إيمان الشياطين تتسلط. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون.
شياطين تجلب بالخيل والرجل وتسول وتمني وتأتي من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، سوي عليك إحاطة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن إذا وجد الإيمان تبعثرت جهود الشياطين وضعفت. الإمام البخاري رحمه الله يقول: كتاب الإيمان. الكتاب مجموعة أبواب. إن عندنا الآن الكتاب هو العلم المستقل في مثل هذا الكتاب، لا، قديماً الكتاب نفسه يقسم إلى كتب، فكتاب الإيمان جزء من صحيح البخاري، والكتاب تحته أبواب. ولذلك قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمعا كل واحد له معنى، وإذا غاب أحدهما يقوم الآخر مقامه، لكن إذا اجتمعا يصبح الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، مثل ما قال الله تعالى في سورة الحجرات عن جماعة من العرب كان يقولون: آمنا. قال الله: لا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما وصل الإيمان القلوب، لكن إذا انفرد الواحد يدخل فيه الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس: أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر لهم الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه أركان الإسلام. لكن الحديث الذي جمع الإسلام والإيمان هو حديث من؟ عمر بن الخطاب، الذي حكى جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاث وش تسمى؟ مراتب الدين. مراتب الدين المرتبة الأضعف وش هي؟ الإسلام، واللي أقوى منها الإيمان، واللي أقوى منها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة عالية قليل أهلها. هذه مراتب الدين مثل ما وردت في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بني الإسلام على خمس. كلنا نعرف معنى هذا وأنها أركان الإسلام، لكن للأسف، للأسف الشديد، أن كثيراً من أبنائنا الآن يعرفون أن الصلاة عمود الإسلام ولا يصلون، وبعضهم يعرف أنها عمود الإسلام وأنها مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوت، لكن هذا ما يصلي لين يجي يروح للدوام، ويصلي العصر إذا شبع من النوم بعد المغرب، ها؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه مشكلة عندما يكون الإنسان إيمانه بأركان الإسلام ضعيف، الشيطان يفتح له باب التسويف،
ولذلك هؤلاء الآن الذين يسقطون في هذا الوحل ما تجد الواحد منهم ينكر الصلاة، لا، والآن يعترف بالصلاة وأنها عمود الإسلام وأنها من أعمال الإيمان، لكن إبليس عمه إبليس وش يقول له؟ يقول توك صغير تكبر وبعدين تواظب على الصلاة. الشيطان يأتي للإنسان في الواجبات، فإذا عصاه يروح للنفل، إذا قال لا لا لازم أصلي في الوقت، جاء الشيطان قال لا تصلي الوتر ذا الحين ولا تصوم ثلاثة أيام، تولك صغير هذه ما يسويها إلا الشيبان، أنت الآن ما توك في عز شبابك، إذا وصلت الخمسين خلاص إن شاء الله تحافظ على الوتر وتحافظ على النوافل هذه. فإذا جاء الخمسين قال له الناس ما هو بيموتون ذا الحين، شوف فلان عمره 70 وفلان عمره 60 أصبر لين تجي، ثم هكذا حتى يضيع الوقت. أحد علماء السلف يقول احذروا سوف، احذروا وش تحذرون؟ سوف، فإنها أكبر جنود إبليس، جندي من جنود إبليس، تسويف هذا والتأجيل. ثم قال الإمام البخاري: والإيمان قول وفعل، قول نطق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والفعل فعل القلب وفعل الجوارح. فعل القلب الاعتقاد الجازم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، نحن نؤمن بالغيب مثل ما قال الله في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن الآن بالجنة ونؤمن بالنار ونؤمن بالملائكة ونحن لا نراهم، ونؤمن بالجن ونؤمن بالشياطين ونؤمن بأعمال يوم القيامة، عذاب القبر والنفخ في الصور والصراط، كلها نؤمن بها ونحن لم نرها. ليه؟ لأنه أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا نؤمن بها، ما عندنا شك فيها. فالإيمان قول وعمل، عمل من أعمال القلب، القلب له أعمال: الخوف من الله، التوكل على الله، الرغبة إلى الله، الرجاء في الله، الحب في الله، البغض في الله، هذه أعمال القلوب، وهي من أشرف الأعمال، من أشرف الأعمال، وهي من دعائم الإيمان. وأعمال الجوارح، الصلاة من الإيمان. هل ورد اسم الإيمان مطلق على الصلاة؟ لما صلى المسلمون في أول الإسلام إلى قبلة بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، ظن بعض الناس قال: إخوان اللي ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كيف صلاتهم تنفعهم؟ ماذا أنزل الله؟ وما كان الله ليضيع إيمانك، إيمان هنا مقصود به الصلاة إلى بيت المقدس. الإيمان أيضا يطلق على العمل. قال: والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وأدلته في القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم. أدلة الزيادة هي أدلة النقصان، لأن الشيء اللي يزيد ينقص ولا ما ينقص؟ لازم ينقص، ما في شيء يزيد إلا لازم ينقص. فأدلة الزيادة هي أدلة النقصان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ها وش بعد؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال وزدناهم هدى، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الإيمان يزيد وينقص. قلنا بأن أدلة الزيادة هي أدلة النقص، والإيمان يقوى ويضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. الإنسان في الدنيا حريص على ما ينفعه، فليكن حريصاً على ما ينفع في أمر الآخرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. التجارة يا إخوان، الآن التجار عندنا في كل بلد هل تجارتهم واحدة؟ ما في واحد منهم ملياردير، واحد مليونير، واحد بس ملايين بدون مليونير، واحد آلاف، واحد على يعني قده تجارته 5000 6000 عنده مبسط خضرة ولا شيء بسيط ولا ها، وكلهم تجار، لكن تجارتهم ليست واحدة. فإيمان الناس الآن تجارة، التي قال الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة ليست واحدة، في تجارة قوية كثيرة، وفي تجارة وسط، وفي تجارة ضعيفة. طيب من الذي يقوي تجارتك؟ ها، أنت اشتغل، فهمت؟ اعمل، اطلب
ما يقوي إيمانك وسيقوى. من أعظم ما يقوي الإيمان تدبر القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى حياة للقلوب ونورا في الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، مو بس روح، روح نور، حياة فيها إنارة يعني نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما في أحد بيجي يزيد إيمانك إلا أنت، ولذلك تجارتك لك. الناس يا إخواني عندهم تجارتان، تجارة مع الناس وتجارة مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ها وش بعد؟ يرجون تجارة لن تبور. وش معنى لن تبور؟ ما تخسر، تجارة مع الله ما تخسر، ليوفيهم أجورهم وش بعد؟ ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يا أحبابي بارك الله فيكم، عندما نتحدث عن زيادة الإيمان لا بد أن نبين أنك أنت بجهودك تستطيع تزيد إيمانك. يعني عندنا الآن بعد ما انتهينا من العصر، صلاة العصر، فيه ناس أعطوا دقيقة ونص، سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 33 وقالوا تمام 100 لا إله إلا الله ولا شريك، ارتفع رصيدهم ولا انخفض؟ وفيه بعض الناس ما اهتم في مثل هذه الأمور، ما يهتم، يوم يسلم ويطلع الجوال يشوف ها وش الأخبار، ها ما يريد يفوت الشيء. فهل يستوي يا إخواني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ احرص على ما ينفعك، احرص، كل شيء ينفعك يزيد تجارتك مع الله اعمل. في واحد من الشيبان عنده تجارة، في يوم من الأيام الشباب السعودي يعني فتحوا التجارات، فتح لهم مرة دكاكين ومطاعم، فجاء هالشيبة وافتحوا جنبه شباب كثير من الشباب اللي، فجاء واحد من هالشباب قال له يا عمي، قال نعم، قال جيل الشباب غزاك، روح بيطلعونك من السوق، معهم فلوس ومعهم. ماذا قال هذا الشيبة؟ قال إذا غلبونا بالفلوس نغلبهم بالجلوس. يقول أنا قاعد فاتح دكاني ما أروح ولا أجي، الشباب ما يقعدون، ها؟ قال إذا غلبونا بالفلوس نغلبهم بالجلوس. فالإيمان تجارة الإيمان مع الله تسيذا، تبي جلوس، تبي قراءة، تبي تدبر، تبي ذكر، تبي بر والدين، تبي صلة أرحام، تبي يا إخواني. من أعظم ما يزيد الإيمان التفكر، يجلس الإنسان يتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة
خير من قيام ليلة. وبعضهم يقول تدبر آية، تدبر الإنسان يجلس يتدبر آية خير من قيام ليلة. الناس في حاجة إلى أن يشترك القلب مع الجوارح الإيمان. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل اللي عرفته الدنيا كلها إلى عدي بن عدي الكندي، كان هو أمير لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة اللي في العراق، كتب إليه عمر: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسننا. الفرائض هي الواجبات، والشرائع العقائد الدينية، والحدود المنهيات التي نهى الله عنها. يقول: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الطلاق. ما هي الحدود في سورة الطلاق؟ رب العالمين حرم الطلاق في الحيض والنفاس، وحرم الطلاق في طهر جامع الإنسان فيه، وحرم أن يطلق الإنسان طلقتين أو ثلاثة أو أكثر، طلق واحدة. فهمتم؟ بعض الناس لو قال فيه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا طلقت المرأة خلها في البيت، لا تطلعها مدة العدة. الناس الآن مضيعين هالحدود، ها؟ يطلق أي وقت، إذا زعل طلق، حائض ولا انفاس ولا في طهر جامع فيه ولا ما. رب العالمين أمرك أن تطلق واحدة، وفتح الباب لك، لعل الله أن يفتح لك الرجعة. لكن الناس يضيعون حدود الله. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. السنن ما هي؟ المندوبات اللي مهي بفرائض. فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. شدل عليه على أن الإيمان فيه كمال وفيه دون الكمال، وأن هذه الأعمال إذا استكملها الإنسان استكمل الإيمان، وإذا نقص منها شيء نقص من الإيمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا الناس الآن، أنتم تعرفون النجاح الآن، كلكم تعرفون النجاح، اللي يمارسه واللي عنده عياله، فيه أحد ينجح بتقدير مقبول ولا لا؟ ها؟ وفيه بتقدير جيد، وفيه بتقدير جيد جدا عالي واطي، وفي تقدير ممتاز بدون شرف، وممتاز مع درجة الشرف الثانية، وممتاز مع درجة الشرف الأولى، سذا ولا لا؟ الإيمان سذا. هل أحد يوازي في الأمة هذه إيمان أبي بكر ثم عمر وبقية العشرة ثم الصحابة ثم التابعين؟ نحن الآن نرى هذا. فالإيمان أحبتي في الله، من الناس من يستكمله ويقوى إيمانه، يصير ممن قال الله فيهم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. كان رحمه الله من العلماء، خلفاء قديماً كانوا علماء، عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز، كلهم جلسوا إلى المشايخ في المسجد النبوي ودرسوا عليهم. قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها.
وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الله يرحمه. عاد لون شايفنا ها؟ لو رآنا عمر يقول للجيل اللي عنده جيل التابعين عدي بن عدي من التابعين من أولاد الصحابة يقول أنا يعني ما نب على صحبتكم بحريص. الله المستعان. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. إبراهيم مؤمن، طلب من الله طلب. ما هو هذا الطلب؟ ها؟ أرني كيف تحيي الموتى. يا رب أنا أعرف أنك قادر على إحياء الموتى، بس ورني. قال خلها الله، خذ أربعة من الطير، قطعهن، حطهن في أماكن مختلفة، ثم ادعهن يأتينك سعيا. هو ضع على كل جبل منهن جزءا وجاء وناداها جاءت الطيور. الله قال له لما طلب هذا الطلب: أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن يا رب، ولكن ليطمئن قلبي، يزداد إيماني، ترتفع إن كان في الشكوك أو شيء. يعني إن شاء الله، يعني إبراهيم من قوة إبراهيم؟ فطلب هذا لزيادة الإيمان، ليطمئن قلبي، فهو دليل على زيادة الإيمان وزيادة قوة الإيمان. وكان معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سبق العلماء برثمة، يقول لتلاميذه، يقول: تعال نؤمن ساعة. قال للأسود بن هلال ولغيره: تعال نؤمن ساعة. يعني معاذ ما هو مؤمن؟ ها؟ مؤمن، ولكن تعال نقوي إيماننا ونحركه، لأن يا إخواني الإيمان، إيمان المؤمن يشعر، كل واحد منا الآن يشعر بهذا. يجي الساعة، ما شاء الله، أمبير الإيمان يصل إلى 100. يتمنى الإنسان أنه يعيش هذه مدة طويلة، ثم يجي الساعة ينزل، مثل ما قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، يقول لنا نجلس عند الرسول ويحدثنا فكأننا نرى الآخرة رأي العين. أقوى الإيمان. فإذا ذهب ودخل مع الدنيا وأهل الدنيا، المؤشر ينخفض، كل واحد منا يرى هذا ويمر عليه، فهو دليل على عملي على قوة الإيمان. أحياناً نجلس في محاضرة أو في صلاة فيقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم فتحضر، يحضر الإيمان، يبكي الإنسان ويزداد إيمانه مرة ويقينه بالله. لكن هذه الحالة ما تستمر، يعني وقت وتروح، بس إن الإنسان دائماً يجدد، دائماً يجدد. والمؤمن هو الذي يتعاهد نفسه، يتعاهد نفسه بزيادة إيمانه، لأن جميع العلوم الشرعية والقرآن وكلها تودي إلى وين؟ تودي إلى الجنة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ها؟ على صراط مستقيم، وين يروح لذا؟ جنة. تنزيل العزيز الرحيم، هو الصراط المستقيم القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما
كملوا إلى وين؟ إلى الجنة. العلوم الشرعية هذه كلها توديك توصلك الجنة. هذا أمر الدنيا. المؤمن يسير إلى الله، يسير إلى الله. كان معاذ يقول لي تلاميذ أحياناً تعال نؤمن ساعة، معنى نؤمن يزيد إيماننا. وفي بعض الروايات أنه يقول تعال نتذاكر ساعة، وفي بعض الروايات أنهم يجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. يعني قال تعال نؤمن ساعة، يجلسون يذكرون الله ويحمدونه فيزداد الإيمان، يزداد الإيمان عندهم. وقال ابن مسعود اقرأ. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. فيه بقية لهذا الأثر، الإيمان اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. يعني إذا استيقن الإنسان وامتلأ قلبه باليقين هذا كأنه استكمل الإيمان، أصبح مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقر في قلب الصديق. الصديق يجون الكفار يقولون له محمد البارح يقول رايح البيت الفلسطين وجاي، يريدونه يكذب. قال إن كان قال فقد صدق، ما عنده جزم 100%، إن كان قال فقد صدق، لأنه يصدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده أدنى شك. فاليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. وقوله والصبر نصف الإيمان دليل على أن الإيمان ينقص ويزيد. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ما هي التقوى؟ أن يقي الإنسان نفسه ودينه مما ينقصه. يقي الإنسان نفسه ودينه مما ينقصه أو يعدمه. في شيء يعدم الدين، ما هو؟ يعدمه، ما يبقى مع دين. ها؟ الشرك، الشرك والكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن مع هذا رب العالمين فاتح باب التوبة. لما قال النصارى إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن المسيح ابن مريم هو الله، قال الله لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يناديهم يقول أنتم الآن مشركين، تعالوا توبوا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. رب العالمين يفتح باب التوبة لكل عاصي مهما كان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كملوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. أنا بضرب لكم مثال. عندنا شاب عصى، عمل المنكرات كلها، ثم تاب الله عليه وأصبح يستغفر كثير ويزيد في العبادات ويجتهد ويرجو رحمة الله. وعندنا شاب طيب ما عصى أبداً، هل الحرقة اللي عند العاصي الآن والحرص على التوبة وإصلاح الوضع هذه يحبها الله ولا لا؟ طيب هل هي موجودة عند الأول؟ ها؟ مين موجودة عند الأول؟ ولذلك ربما يكون هذا الثاني أفضل. والله تعالى ذكر في القرآن
إنه قد يبدل سيئات حسنات، مو بس يغفر له، يعطيه درجة أرفع. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كملوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مو بس يغفرها، لا، لأن عندهم حرقة، عندهم. ولذلك الآن لو في شاب أغضب أبوه وشاب ما أغضب أبوه، ثم هذا الشاب اللي أغضب أبوه طلب العفو وجاء حب حب رأس أبوه ويديه، وتجده دائما عند أبوه، اشتبوه ليه؟ لأنه يتذكر عمله السيء فيزيد في بر أبوه. ولهذا قال الله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ما فيه أرحم من الله ولا فيه أكرم من الله، رب العالمين عنده 100 رحمة، واحدة نزلها في الأرض يتراحم بها المخلوقات، وأبقى عنده 99 وهو يملك هذه، عنده 100. ما في أرحم من الله. ولذلك نحن نقرأ سورة في كل ركعة، ما هي هذه السورة الفاتحة؟ وش فيها؟ لا، فيها الرحمن الرحيم. رب العالمين تعرف إلى بماذا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شوف انظروا لحن، لو فيه واحد مدير وانت تنقل عنده ما يقول لك تراني أنا كريم، وش يقول لك؟ ترى بنسوي، وإذا غبت حسبنا، وإذا سوي كذا، ها ولا لا؟ رب العالمين يستقبلك يقول: أنا رب العالمين وأنا الرحمن الرحيم. في كل ركعة يقول لك، ما يقول لك في كل ركعة أنا شديد العقاب، أبداً ما يقول في كل ركعة، يقول لك أنا الرحمن. أقبل على الله، لكن أيضا لا تنسى: حاميم تنزيل الكتاب من الله الرحمن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ها، غافر الذنب وقابل التوب، وش بعدها؟ شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إلي مصر. ما ننسى هذا، لكن نقول ربنا كريم، نقوله للتائبين الذين يظنون أن الله لا يستقبلهم استقبالاً أعظم من استقبال أمهاتهم. رب العالمين يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبراً كملوا، تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه ديناً واحداً. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، هذه من الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع له في العقيدة ما شرع للأنبياء قبله. رب العالمين يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بأي شيء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة جميع الأنبياء، رسالة جميع الأنبياء هي التوحيد، وهي الإسلام بمعنى الاستسلام، فهمتم؟ بعض الناس يظن أن الإسلام هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا، الإسلام دين جميع الأنبياء بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد بمعناه العام.
ولذلك قال الله عن إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن سليمان: ها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن أهل الكتاب: إنا كنا من قبله مسلمين. فالإسلام بالمعنى العام دين جميع الأنبياء محمد ومن قبله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. نعم. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. الله تعالى جعل لكل نبي شريعة خاصة به، لكن العقيدة جميع الأنبياء عقيدتهم واحدة. وأما جعل الله لكل من الأنبياء شرعة ومنهاجا، مثلا بعض الأنبياء يبيح الزواج من الأختين، يتزوج أختين. بعض الأنبياء عندهم بعض الأعمال مباحة وعند غيرهم محرمة، عندهم بعض المطاعم محرمة وعند غيرهم حلال. فرب العالمين مثلا في اليهود قال: فبما نقضهم ميثاقهم بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لكم. فالشريعة تختلف من جميع الأنبياء، رب العالمين يعني يضع فيها ما يشاء، لكن أصول الشرائع الصلاة والزكاة هذه موجودة في جميع الأديان. ولذلك الله أخذ ميثاق بني إسرائيل على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الله تعالى عن جميع الرسل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا حديث ابن عمر يذكر فيه مباني الإسلام، وهي خمسة أركان: الشهادتان. أنا أؤمل منكم بس تفكرون شيء بسيط: شهادة أن لا إله إلا الله، هذه فيها وحدة الإله. شهادة أن محمد رسول الله وش فيها؟ وحدة المبلغ عن الله. فهمتم ولا لا؟ يعني ما فيه إلا الله ولا يبلغ عنه إلا واحد رسول الله. ما نبي ناس كثير كل واحد يقول: حدثني قلبي عن ربي، ها؟ ولا يقول: أنا رأيت في المنام كذا، ولا عندي حلوم كذا، ولا جايني إلهام. لا، ما فيه إلا الله وحده يبلغ عنه محمد وحده. فهمتم معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا مهم جدا. لا معبود بحق إلا الله، ولا مبلغ عن الله إلا محمد رسول الله. وإقام الصلاة أداؤها بشروطها وأركانها، ك
كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان الآن صلى وعليه نجاسة وهو قادر على إزالتها، أو صلى وهو محدث، فهمتم؟ يعني الله يكرمكم بال وجاي يصلي بدون وضوء ولا تيمم، وش حكم صلاته؟ ها؟ صلاته باطلة ما يقبلها الله. ليه؟ لأنه فات عليه شرط الطهارة، صحيح ولا لا؟ طيب إذا صلى العصر بعد المغرب، ها؟ وش اللي فايت عليه؟ شرط الوقت، يعني شرط الوقت، أي نعم، وقت شرط من شروط الصلاة. فإذا فات على الإنسان فكأنه شرط آخر. أنتم تعرفون إزالة النجاسة شرط، ستر العورة شرط، استقبال القبلة شرط، دخول الوقت شرط، رفع الحدث شرط، أليس كذلك؟ كل حكمها واحد. وإيتاء الزكاة عبادة مالية تجب على الأغنياء، الفقراء ما عندهم زكاة لكن الأغنياء تجب عليهم إخراج هذه العبادة لله. ورب العالمين لما أوجب الزكاة جعل عنده نظام كوني إنه يخلف على من أخرج الزكاة. ولذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما تنقص الصدقة من مال. رب العالمين يقول في القرآن آية تدل على أن الزكاة سبب في نماء المال، من يذكرها؟ أحسنت. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وش بعد؟ وهو خير الرازقين، قادر. ها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والحج عبادة عمرية. شوفوا عندنا العبادات في الإسلام تختلف. عندنا عبادة الشهادتين هذه لازم معك 24 ساعة، 24 ساعة معك. عبادة الصلاة 5 مرات في اليوم بس. عبادة الزكاة مرة في السنة على الأغنياء، الفقراء ما عليهم شيء، فهمتم؟ الزكاة. الحج مرة واحدة في العمر، في العمر مرة واحدة. الصوم شهر واحد في السنة، شهر واحد في السنة. هذه أركان الإسلام. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.